الملف كان مدرج للمداولة جلسة اليوم لنطق بالحكم، وبالنظر للحالة الصحية ديال أحد مستشاري المشكلي للهيئة القضائية تم تمديد الملف لجلسة اليوم باعتباره كان غيتحكم في الأسبوع المقبل، ولكن كنتمنوا الشفاء العاجل للمستشار ما تعذر عليه الحضور. المحكمة ارتأت إخراج الملف من المداولة وإعادة المناقشة من جديد، نوقش الملف وحجز للمداولة لجلسة الأربعاء 27 بقصد النطق بالحكم في هذا الملف. العمر متهم، سهلة عادية غير حضرة باعتباره متهم، الحيداوي متهم والعمري متهم.